ورايا دول بدون مطالب بالطالب عبد التحسيس الطالب. بقولها طالب ان شاء الله نهايته قريبه. بقولها علني ان شاء الله لابد من خروج كل المعتقلين السياسي كلهم. طبعا ما فيش يعني انا بالعقل ما لا يحص مبارك مروان الهادي الزاهري الحرامي هو واعوانه وناس ثانيه مع كل جريمتها لسه 25 يناير عبرت على بدون عيش وحرية عدالة اجتماعية تداول سلطة مدني. احنا حتى 25 في نقطة عايز اتكلم عنها من دايما بيطلع الاعلام يقول لك 25 يناير كانت بس مجرد ثورة مش كانتش هتكمل لولا طول ولولا بقعة الجمل. لا احنا اتذكر جمعة الغضب يوم جمعة الغضب واحنا ماشيين في الشوارع بنجمع حركات ومجاميع لان انا انتسب او انتمي حركة بس ما اقدرش اذكرها. كل جنون مدنية احنا من البدايه عارفين عاوزين نمشي حتى قلنا ياسر حكم النظام احنا مش عارفين يعني بنقولها دلوقتي الشعب مين يسقط النظام ما تبقاش هباء النظام يعني بيبقى فيه كل حص مبارك لحد الدين الطاغع الدم اللي ساد وما زادش كل شوارع مصر من دين بيصور 25 يناير على الحريات على تداول السلطه المدني مش عسكر. لكن للاسف الشديد هنا في تكميم وافواه تكميم والافواه والكلام تكميم الكلام. حتى للاسف الشديد في بعض من الاعلام المصري المسيس طبعا جاي او نقول عم نسميهم الصحراء جايين يقدموا النظام دوت يقدموا السيسي ويغيروا الحقائق. لكن ان شاء الله ان شاء الله الشباب منهم 14 مليون شاب هم اللي قايلين الكلام دوت باوراق رسميه من الحكومه. 14 مليون شاب عاطل دول القوه دول اللي هم دول مستقبل مصر هيمثلوهم هيمثل مصر وان شاء الله بوعده المطالب اللي احنا هنطلبها. ويمكن قال محمد خلال 19/6 زي ما تمهاش بامر الله ان فعلا هنطالب برحيله وهنقدر نطالب برحيله وهنقدر نشيله في امر الله.